المطلوب منا الآن أن نبسط 7x + 10 تربيع. الآن الشيء الأول الذي سأوضحه لكم هو الشيء الذي لا يتوجب عليكم القيام به، حيث أن هذا هو الدافع الضخم. بعض الأشخاص سينظرون إلى هذا ويقولون إن هذا عبارة عن 7x + 10، هذا خطأ، وسأكتبه بخط كبير، هذا خطأ. ما يفعله دماغك هو أن يفكر، إذا كان لدي 7x + 10 وقمت بتربيع ذلك، فإن هذا سيساوي 7x + 10 إننا لا نضرب هنا، بل نحن نجمع 7x مع 10. إذن لا يمكنك أن تقوم فقط بتربيع كل من هذه العبارات. أردت أن أسلط الضوء على هذا، إن هذا خاطئ تماما، ولكي نرى لماذا هو خطأ عليك أن تذكر نفسك أن 7x + 10 يعادل 7x + 10 مضروبة في 7x + 10. هذا ما يعنيه أن تقوم بتربيع شيء ما، أن تضربه بنفسه مرتين. إذن هذا هو. نحن نقوم فقط بعملية ضرب عبارة ذات حدين أو عبارتين ذات حدين، وهما في الواقع نفس العبارة، ويمكنك أن تستخدم فويل، ويمكنك استخدام أسلوب التوزيع، لكن في الواقع هذه حالة خاصة عندما تقوم بتربيع عبارة ذات حدين. إذن دعونا نفكر بهذا كحالة خاصة أولا، ثم سنتمكن من تطبيق ما نتعلمه عليها. إذن يمكننا أن نفعل هذا الشيء بشكل مباشر هنا، لكني أريد أن أعلمكم الحالة الخاصة حتى تقوموا بتطبيقها على أي مسألة ترونها. إذا كان لدي a + b تربيع، نحن ندرك بالفعل أن هذا ليس عبارة عن a² + b، بل عبارة عن a + b مضروبة في a + b. والآن يمكننا أن نستخدم خاصية التوزيع، يمكننا أن نوزع هذه الـ a + b ضرب a، هذه نحصل على a مضروبة في a + b، ويمكننا أن نوزع الـ a + b ضرب b، هذه إذن + b ضرب a + b، ونحصل على a² + ab + ab، لقد عكست الترتيب لكنها نفس الشيء، أو أنها عبارات متشابهة، + b². لذا يمكننا أن نجمعهم، عنصر من شيء ما زائد عنصر من نفس الشيء يساوي عنصران من ذلك الشيء، أي 2ab. لدينا a² + 2ab + b. إذن النمط هنا، إذا كان لدي a + b كلها تربيع، فإن هذا يساوي a² + 2 ضرب حاصل ضرب هذان العددان + b². وهذا يساوي 7x² + 2 ضرب 7x + 10 + 10 + 10 + 10 تربيع. إذن الفرق بين الإجابة الصحيحة والإجابة الخاطئة هو أن لديك هذه العبارة الوسطى هنا، والتي ربما تكون قد نسيتها إذا استخدمت هذه الطريقة، وهذا يحصل عندما تضرب جميع مكونات العبارات المختلفة هنا. إذا بسطناها فإن هذا يساوي 7² = 49 ضرب x²
عندما تضرب هذا الجزء 2 ضرب 7 ضرب 10 فإنه يساوي 140 إكس. ثم لدينا 10 تربيع تساوي 100، إذن زائد 100 وانتهينا.